الآن مع أسئلة عن المشهد اللي شاهدتونه، وهو مشهد الإمام القاسم بن الإمام الحسن عليه السلام. الآن نبدأ مع فريق أبي الأحرار. أبي الأحرار، اختاروا رقم من 1 إلى 8. ما عليه، اختاروا حين. ثمانية. من الذي حمل القاسم إلى الخيام؟ أولا الإمام الحسين زين العابدين أحد الأنصار. إمام الحسين صلوا على محمد وآل محمد. اختاروا رقم سؤال فريق حامل اللواء. أربعة. ما الذي شغل القاسم عن القتال؟ نعله، سيفه، أو درعه؟ نعله. صلوا على محمد وآل محمد. ساقي عطاشة كربلاء. خمسة. ما اسم أم القاسم عليه السلام؟ ليلى، الرباب، أو رملة؟ رملة. صلوا على محمد وآل محمد. سيد الشهداء. سبعة. من الذي روى حادثة مقتل القاسم؟ طرماح، حميد بن مسلم، ابن الأشعث. حميد بن مسلم. صلوا على محمد وآل محمد. لا لا لا، الصلوات كلش ضعيفة. صلوا على محمد وآل محمد. الفريق الأخير فريق سفير الحسين عليه السلام. اختار رقم. عذرا، أول شيء نروح لهم بعدين بنجي لكم. اختاروا رقم. ستة. هل قتل القاسم أحدا من جيش الأعداء لما برز للقتال؟ نعم أو لا؟ صلوا على محمد وآل محمد. فريق الأخير فريق سفير الحسين. اختاروا رقم. أربعة. أخذوا 1 أو 2 أو 8. 2. ماذا قصد حميد بن مسلم بكلمة غلام؟ كبير السن، رضيع، أو شاب؟ شاب. صلوا على محمد وآل محمد. الآن مع أسئلة عامة عن واقعة كربلاء. اختاروا رقم. 8. أين استشهد الإمام الحسين عليه السلام؟ البصرة. 8. البصرة، الكوفة، كربلاء. لا، 8 اللي يسمونه. ما عليه، السؤال تغير. أين استشهد مسلم بن عقيل؟ البصرة، كوفة، أو كربلاء؟ أكيد. تشاوروا تشاوروا. يلا يلا، 15 ثانية بقت. يلا يلا تشاور. الكوفة. جواب نهائي. صلوا على محمد وآل محمد. فريق سيد الشهداء، اختاروا سؤال غير 8. 3. هل كان أنصار الإمام الحسين قلة أم كثر؟ قلة أم كثر؟ كثر. كثر. حظ أوفر في الجواب الثاني إن شاء الله. فريق القاسم بن الحسن، اختاروا سؤال. 1. لقب العباس ب سفير الحسين، ساقي العطاشة، أبا تراب. لا تعلمونهم الجواب. ساقي العطاشة. صلوا على محمد وآل محمد.
الفريق اللي يفوز يصلي بصلوات أكثر من اللي ما فاز. صلى على محمد وآل محمد. اختاروا السؤال. سبعة، من كان سفير الإمام الحسين في الكوفة؟ سليمان الخزاعي، المختار، مسلم بن عقيل. صلى على محمد وآل محمد. فريق حامل اللواء، اختاروا سؤال. خمسة، إلى أين كان يريد الإمام الحسين أن يذهب؟ الكوفة، مشهد، أو اليمن؟ ما عليكم منهم ها؟ يلا الكوفة، مشهد، أو اليمن؟ عشر ثواني بقت. الكوفة. صلى على محمد وآل محمد. آخر شيء فريق أبا الأحرار، اختاروا رقم سؤال. رقم أربعة، هل شرب العباس الماء لما وصل إلى نهر الفرات؟ نعم أو لا؟ أحسن. صلى على محمد وآل محمد.